السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو والاجتماع الحاسم والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التركي بخصوص حظر تجوال وامور هامة جدا. اذا كنت مهتم بهذا الامر تابع معي الفيديو لمعرفة جميع التفاصيل من حظر تجوال واغلاق كامل لمدة 18 يوما. تابع معي الفيديو لانها لمعرفة جميع التفاصيل ان شاء الله. بسم الله. الرئيس أردوغان: مثلما خلصنا حدودنا مع العراق وسوريا من تحرشات التنظيمات الإرهابية، لن نسمح بتشكيل كيان إرهابي وراء حدودنا أيضا. وأيضا الرئيس أردوغان: إغلاق تام اعتبارا من الساعة السابعة مساء الخميس 29 أبريل الجاري حتى الخامس صباح الاثنين 17 مايو المقبل. وأيضا الرئيس أردوغان: سيتم إيقاف التعليم وجها لوجه في جميع المؤسسات والصفوف بما في ذلك رياض الأطفال، وستؤجل جميع الامتحانات. وأيضا الرئيس أردوغان: سلسلة السوبر ماركت الكبرى ستغلق كل يوم أحد لمدة 3 أسابيع. وأيضا الرئيس أردوغان: سيشترط على الراغبين بالسفر بين الولايات التركية إلى إذن سفر. وأيضا الرئيس أردوغان: نسعى لخفض عدد مصابين كورونا إلى ما دون 5000 حالة يوميا في تركيا، ونقوم بانتقال إلى إحصائيات فيروس كورونا حيث بلغ 37312 حالة، وحالات الشفاء 48027 حالة شفاء، وأعداد الوفيات 353 حالة وفاة لله وإنا إليه راجعون. ونقوم بانتقال إلى وزارة التعليم التركية: سيتم إيقاف التعليم وجها لوجه في جميع المدارس والانتقال إلى التعليم عن بعد لجميع الصفوف، وستؤجل جميع الامتحانات إلى ما بعد 17 أيار القادم. طبعا هاي أهم الإجراءات والتصريحات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس التركي. يعني راح يكون هناك حظر تجوال، راح يكون هناك تأجيل الامتحانات، وأيضا مجموعة من القرارات الهامة، وسوف تصدر تصريحات من وزارة الداخلية لتوضيح هذه القرارات بالتفصيل إن شاء الله. وعند صدور هذه التصريحات احنا راح نقوم بالتوضيح من أجل ساعات الحظر، ساعات فتح الماركات، كل هالأمور هاي بإذن الله تعالى راح نقوم بذكرها. بس حاليا ذكرنا ما تم ذكره من قبل الرئيس التركي، لأنه راح يكون هناك حظر تجوال ابتداء من الخميس راح يبلش وينتهي 17، قلنا لكم 17 الشهر الجاي. وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار حطونا بالتعليقات، وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.